اسمع وجهتك وجهة نظرك استاذ منذر. واضح انه الدكتور يعني فريد بيقول لك يا اخي في اخطاء وكان هناك العديد من عدم الالتزام. احنا اليوم ارفع رسومك بنسبة معقولة تتناسب وإضافة المرافقة بدل خدمات إضافية، ما عندي مشكلة، لكن طبق القانون وطبق النظام وهو وأنت حر أمرك. يا أخي خلينا يعني وجود المدارس الخاصة في الأحياء وفي القرى، يعني هلا بتحكي قبل شوي إنه في بعض المدارس الخاصة، أنا بعطيك نسبة، في بعض المدارس الخاصة ما عندها قدرة تعطي الراتب 190 تعطي 120 180 لأنه البيئة اللي حولها هذا هو. يعني تيجي تقول لمدرسة الآن أنت في الغور مدرسة فيها ثلاث شعب حطي مرافقة ثنتين، هي قصة 17 دينار شامل. نحكي هيك إحنا هلا المدارس الكبيرة الرأس مالها ضخم عندها مرافقات وعندها زي وعندها تليفون وعندها كذا وعندها كذا، مش بحاجة إلى تعليمات الوزارة، تشتغل على سيستم امريكي او بريطاني او فرنسي او سويسري. لا بتطبق ما. بتطبق تعليمات بتطبق الوزارة. بتطبق تعليمات الوزارة. تشتغل على سيستم واضح مصلحتها تحط عندها سيستم بالاتفاق مع الوزارة. صحيح لا لا لا, لا موافقين على كل سيستم. والله يا سيدي الوزارة غايب فيله. لا سيدي والله يا سيدي لا ارجوك مش غايب فيله. لا لا انا 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 اثبت لي انه غايبين فيله. انا مستعد اني اقول لك والله على صح. انا قبل وجودك وقبل معالي الدكتور محمد الدرمات انا معايش الوزاره. انت بتحكي عن شيء سابق ممكن انا بحكي لك الان. الشيء السابق الان وضعنا في هذا الموقف الحرج يعني احنا والوزاره وضعنا في هذا الموقف الحرج اللي مش قادرين نعالج. انا كنت اتمنى انه نقعد مع بعض، كنت اتمنى. ما بقولوا قعدتوا معهم؟ ما قعدنا، قعدنا احنا كان في ترتيب ان يلتقي معالي وزير التربيه والتعليم مع المدارس الخاصه يسمع قضاياهم مشاكلهم. طب استجد شغلات جديده يا اخي. ايش الجديد؟ استجدت الأعمدة، استجدت إذن الأشغال، مرافقة، عدم زيادة الرسوم المدرسية إلا بإذن الوزارة. يا سيدي أنا متفق مع وزارة التربية والتعليم إنها لا نرفع ولا دينار رسم مدرسي إلا بإذنها. بدي أنا في المقابل، أنا في المقابل كنقيب وكمدارس خاصة تسعى لي في ضبط حقوقي المهدورة عند أولياء أمور الطلاب وتقول التعليم إلزامي. أنا متفق معك. أنا يوم أنا طب مش القضاء بيكفلك إياها؟ ليش هو بتدخل في الرسوم عدم رفعها؟ هذا حق الطالب. طب خلي لا هلا حق الطالب وحقي أنا وين أنت كمستثمر حقك أمام القضاء لا موجود. يا سيدي أي قضاء، وأنا كمان حقي مع الطالب قضاء. أنا يوم أمنع الطالب من دخول المدرسة أنا اشتكي عليه والأمر طاله مش كل وزارة مدافع عنه. لا انت لما تعمل عقد ساتحقق تضمنه، اعمل عقد مع ولي امر الطالب. لا يا سيدي ساعتها بنخلص من مشاكل اولياء الامور والشكاوى اللي بتيجي لك بتيجي لي. التربيه والتعليم تحتضن الطالب الغير مسدد لاقساطه، بيتصل تليفون ممنوع تعطي امتحان، ممنوع تطلع من الصف. ما بصير هاي المدارس، بدنا يا نعطي راتب صح يا نجيب بساط جديده يا نحط مرافقه. اما ديون يعني ديون معدومه وما بدي ارفع الاقساط وما بدي كذا وما بدي كذا وما بدي بقول لي يعني زي اللي بقول لك يعني كل بس ما تكسب. شو هذا الحكي البسيط؟ اذا في وزاره ما بتحصل رسوم المدارس استاذ منذر، الوزاره مش دورها تحصل رسوم المدارس للطلاب. لا بتحصل ليش؟ لا لا, لا بتحصل. انت بالعقد اللي بينك وبينهم ساعتها بتكون قوي جدا في انك تقدمه للجهه المعنيه تقول لهم يا عمي اخل اما الطالب مدرسه فيها 400 طالب 350 بدون ما يدفع فلوس. لا مو طالب حقه انه يتعلم، حقه يتعلم في عداله في عقلانيه. انتم يعني انا بديش ادخل في تفاصيل. لا ادخل يا اخي ادخل. مش بتاخذوا انتم القسط نصه اول السنه على يا ريت بناخذه. والله الان في بعض المدارس الخاصه لن تسمح للطالب دخول الصف الا ان يدفع قيمه كاش. طب وين المشكله؟ خلص خلوا هيك قانون نسوي هيك. طب احنا ما بنتدخل، هاي ما بتدخل ما لنا علاقه. مش ولي امر بدفع يا سيدي بتدخل في التالي. لا ما رح ندخل، انا بوعدك ما رح ندخل. طالب ما بدفع اقساطه المدرسيه، طالب ما بدفع اقساط ولي امر طالب ما بدخل على المدرسه بقول انا هاي فلوسي بجيبتي ما بدفع لك روح بلط البحر. بدخل انا على المحاكم بحط انا مظلي واقف على درجه قصر عدل وبس انا اقيم دعاوى على ولي امر الطلاب. هذا قطاع بده تنظيم بهذا المجال. طب نظموا حالكم، خذوا اقساط اول الفصل. يا سيدي الوزاره بتتنظم كل شيء ما عدا هذا البند هذا، ما بصير. يعني نظموا نفسكم. هو ذكر لك الدكتور فريد نظموا نفسكم. احنا حلقه متكامله. حلقه متكامله، احنا بنشتغل تحت رعايه وزاره التربيه والتعليم. طيب وبنشتغل تحت مظله وزاره. انتم بدكم الوزاره تعمل تنظيمات وتعليمات حول رسوم المدارس الخاصه بدنا نقعد سيدي. لا يعين ذلك. لا احنا 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 خلصنا الفصل الدراسي ورح ندخل في عطله صيفيه، بدكم تقعدوا في العطله الصيفية. لازم نقعد عشان نقدر نحل الازمه. القعده اللي قبل ما وصلت لنتيجه كان شرح حديث عن كل القضايا. طب شرحوا وانتم شو عندكم هلا؟ هلا احنا جمعناهم على اساس يسمع منهم. سمع الوزير وقرر هذا القرار. للأسف جاء اتصلوا في قضايا وفي مشاكل وفي هموم
طلعنا واحد ينظر في إنه التعليم في ألمانيا بيمشي على نمط كذا كذا، دخلنا في ألمانيا واحد شرق. بس بك وجهة نظره يعني هو. طيب دكتور فريد، أنا وقتي بداهمني موضوع أسقف الساحات، لأنه هاي من القضايا اللي ذكرها، وممكن موضوع المرافقة نحد الساحات سيدي ونحد المرافقة. المرافقة واضح، الجواب واضح جدا عند الوزارة أستاذ مندل، خلاص إحنا ما عندنا مشكلة، بكرة ارفع الرسوم على ولي الأمر ووفر المرافقة المطلوبة، مش هذا حل؟ حل. أما تبعين مناطق الشمال ومناطق الجنوب بده يحط مرافقة يا سيدي، بدهم يحطوا كلهم لما التعليمات بتمشي وبتطبق. قديش أرباح المدارس الخاصة؟ اسمح لي دكتور فريد دقيقة، قديش أرباح المدارس الخاصة؟ ضريبة الدخل يا سيدي. انسان ضريبة الدخل؟ لا ما بعطيك أنا، شعدك أنتم متهمين من الجميع بأنكم تأخذوا أرباح طائلة. هذا اللي بيتهم في مدارس بتربح ملايين يا سيدي، هذا اللي بيتهمنا أولاده مدرسة خاصة، هو بيدفع فلوس بمنتهى، هو عاقل ومدرك ومتزن، بروح وبيسجل بيدفع بيطلع بيشتكي. كل الضجة في التعليم الخاص هي نتيجة ولي أمر طالب أو اثنين أو عشرة أو مما بفع أقساط المدرسية بيطلع بيشتكي.